الو، اي مصطفى، معلش ما اعرفش كان في ايه في النتورك، لقيت فجأة المسج جاتلي دلوقتي. ايه انت بتقول ايه؟ عم ابراهيم. ايوه يا استاذ. ايه اللي خبط العربيه كده؟ معرفش والله يا استاذ، داني اتغميت عشان في الليل لما لقيتك راجعه بيها مغبوطه كده. لقيت مين راجع بالليل مغبوطه بيها كده؟ انا ما خرجتش اصلا امبارح بالليل. جريها استاذ داني، انا وانا طالع اصلي الفجر شايف حضرتك داخله البيت جري بعد بركنتيها وهي كده. انا؟ ايوه. لا طبعا مستحيل، انا امبارح بالليل ما خرجتش ومي كانت بايته معايا. مش عارف بقى يا استاذ داني والله. انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ ايوه يا استاذ داني. ايوه في حاجه غلط، انا ما خرجتش امبارح بالليل، انا متاكده. لا انا ما خرجتش، انا ما خرجتش، انا ما خرجتش، انا ما خرجتش. معي بقول لك ايه؟ هو انت شفتيني خرجت امبارح بالليل؟ ها؟ انت مش كنتي بعتي معايا في البيت؟ شفتيني خرجت؟ لا، خرجتي رحت فين؟ معرفش رحت فين؟ معرفش. بس جالي خبر ان عبد الحميد مات في حادثة عربية ونزلت علشان اركب عربيتي، عامل مشوار، لقيت العربية بتاعتي مخبوطة، والباب بيقول ان انا رجعت امبارح بالليل وانه لقاها مخبوطة، وانا متأكد ان هو شافني وانا راجعة عربيتي مخبوطة. ما هي انا مش فاهمة أي حاجة. طب اهدي بس، اهدي يا داليا، اهدي، تعالي عندك كمان. اهدى ايه بس؟ اهدى ايه؟ فراغ اللي كنت خرجت بالليل وموت الراجل وانا مش حاسه، مش عارفه، مش فاكره. طب اهدي بس شويه وتعالي. اهدى ايه؟